مشاهدينا الكرام، عددنا نهار اليوم من تست الصيام راح يكون على الحاجة الضرورية اللي ما يقدرش يسمح فيها الصائم الجزائري في مائدة الإفطار ولا بعد الفطور. المهم حاجة شهر كامل لازم تكون، كاين اللي يحب قلب اللوز، كاين اللي يحب زلابية، كاين اللي يحب البوراك، كل واحد واش يحب. نديروا جولة ونشوفوا رأي المواطنين الجزائريين في هذا الموضوع. السلام عليكم. سلام. الله يعاونك عزيزي. تخدم على زي طاجير خو؟ بروطب انا نعاودو فيها بوتيكه صغيره. قول لي حبيبي. انا ما عزيزي. حاجه لي في رمضان في الفطور امبوسيبل تقدر تسمح فيها؟ الزيتون يا اخو. حاجه اللي ما نقدرش نسمح فيها في الفطور الفاكهه. لازم تكون. لازم تكون ان شاء الله الفاكهه. شهر كامل. شهر كامل. هذه يا اخو. خاش انا نصوم تاع الصح ما نش نصوم. انا صوم اوفون دو كور. او غالبك. قولي لي حاجة اللي ما تقدرش تسمحي فيها في الطابلة كي أدن. لازم تكون كي أدن ولا مول الفطورة ولا لازم شهر كامل زيدك وضغط هذا ما كان وشنو حاجة اللي مول الفطور قهوة يا قهوة القهوة امبوسيبل يا أخو القهوة لازم تشرب قهوة ما يمكنش يا بالك جو بونس هذه بالك يعني لازم تكون شهر كامل لازم حاجه بالك هكا بالك غير حاجه خفيفه بالك هكا جو مونج شوربه ولا نحول لك شوربه ونخلو غاز اصلا ما نحبهاش بورك نورمال كلش تقدر تسمحي فيه غير الغاز عندك الماء والغاز هذا ما كان لازم يكون ولازم يكون كاسي لا ماشي كاسي ما يجوش شهر كومبلي امور شهر ثاني لو كان زعما ما يكونش نهار ما يكونش ما كاش كيفاش ما يكونش ما تقدرش ما يكونش اخذتي نشري بالكونتيتي قبل رمضان قولي حاجه لي في رمضان امبوسيبل تقدر انت تسمح فيها في الفطار في الفطار قلب اللوز هكذا انا قلب اللوز قلب اللوز محشي ولا انا محشي ماشي محشي ليجه المهم يكون قلب اللوز 30 يوم انا عام 30 يوم نورمال يا اخو زيتون كاسي نحبو يا اخو نحب يمول الزيتون كاسي يا اخو انا لا بالي ولا حتى الحق نتاع الزيتون كاسي يا اخو نموت على الزيتون كاسي لو كان ما يكونش قلب اللوز واش دار فين هادي صرات وين ما كانش جامي طعام في صحار بيان سور ثاني 30 يوم 30 يوم حاجه لينا حوا غير القهوه يخليو لي غير القهوه والماكله يديوها حاجه في الفاكهه كيما نقولوا غازوز هادو سقايط لي جو تسمح فيها نقدر نسمح فيها دونك ما كاش شربه وكان قلب اللوز ما كاش شربه وكان قلب اللوز هذاك هو الصح نورمال تسمح في الشربه بورا الشربه انا الشربه ما ناكلش بزاف ما نقدرش نستغني عليها لازم نصلي المغرب الساعه ولا لازم يكون الحليب ولا البن والتمر ولا زلابي هذا ما كان والله والو اخوك والله ما عندي اراده تاع حاجه اللي تكون في لازم في رمضان السعاده تاع زيتون قلب اللوز زلابيه بيتي تقبل اللوز هذه فيها يا اخو شهر كامل شهر كامل